يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واولى حلقات الترند من هذا الاسبوع. وفي الحقيقه هي حلقه خاصه جدا جدا، لاننا كلنا فرحانين ببطوله غاليه وكانت غائبه على النادي الاهلي منذ 7 سنوات، وهي بطوله السوبر اللي ابطال النادي الاهلي حققوها بالامس بعد الفوز على نهضه بركان المغربي بنتيجه 2-0، وفرحوا كل الاهلاويه على غرار الفترة اللي فاتت كلها اللي مليئة بالعديد والعديد من الألقاب المهمة. وده أمر بصراحة يسعد كل أهلاوي في كل مكان في الكون. طبعا الأهلي فرحنا جدا، فبالتالي حلقة النهاردة هتكون خاصة جدا، وهنتكلم فيها بخصوص تفاصيل كتير قوي بتتعلق بكواليس مباراة الأمس، وبتتعلق بالاحتفال بهذا اللقب الغالي. ولسه بإذن الله في بطولات تانية إن شاء الله رجالة النادي الأهلي يقدروا يحققوها ويفرحونا بإذن الله تعالى. بالتالي عندنا نقاط كتير جدا وملاحظات كتير جدا لازم نقف عندها ونتكلم عنها بالتفاصيل على مدار حلقة الترند النهاردة. لكن مهم قوي طبعا تفاعل حضراتكم معانا في هذه الحلقة الهامة والخاصة جدا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو سؤال مهم قوي قوي قوي. رأيكم ايه في اللقطة اللي شفتوها امبارح بتاعت الميداليات اللي كان لعيبة النادي الاهلي يعني بيدوها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي؟ تقدروا تتواصلوا معنا ومن خلال صفحات قناة الاهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. وكما هو المعتاد مع الجزء الاخير من حلقة اليوم هناخد تفاعلات حضراتكم ورأيكم في اللقطة دي تحديدا. لكن دايما بيكون في عناوين مهمة لأي حلقة، نشوف عناوين النهاردة ايه. في ترند الاهلي ابطال السوبر يصلون القاهره. الفريق راح 48 ساعه ويعود للتدريبات الثلاثاء. اما في الترند العالمي الليله نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. طيب النهارده في ماتشات، منهم ماتش هو الاكثر اهميه واللي يعني العالم كله هيتابعه، هو طبعا نهائي دوري ابطال اوروبا. لكن خلينا نبتدي بالدوري المصري. النهارده طلاع الجيش، مباراه وحيده بس في الدوري المصري ما بين طلاع الجيش وسيراميكا كليوباترا. مباراه هتكون الساعه 9 بالليل، وفي نفس التوقيت ده طبعا الانظار كلها هتتجه لمباراه مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري ابطال اوروبا. مباراه مهمه جدا واكيد هتكون مثيره قوي قوي وهنتمتع بيها بشكل كبير. قبل بس ما اطلع الفاصل عايز اعزي بس الكابتن سامي قمصان في وفاة والدته بالامس، يعني ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. البقاء والدوام لله وانا اليه راجعون. كابتن سامي قمصان من الشخصيات المهمه جدا والمميزه جدا، واللي في الحقيقه بيعمل مجهودات كبيره قوي قوي في الجهاز الفني للنادي الاهلي. البقاء والدوام لله. عندنا تفاصيل كتير قوي بتتعلق بمباراه الامس، وتفاصيل واخبار كمان كتيره بتتعلق بالنادي الاهلي. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا. اقسم بالله انك تكون اهلاوي دي نعمه بدون مبالغه، هي فعلا نعمه. بتشجع وبتنتمي لنادي بيفرحك، نادي بيجيب لك بطولات بعدد كبير جدا على مدار كل الاعوام. اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفه انه يفوز بيها، ده المعروف. وارد انك تخسر بطوله، وارد انك تكسب، لكن انت بتكسب اكتر، بتاخد بطولات اكتر، بتفرح اكتر ما بتزعل مع النادي الاهلي. فالاهلي نعمه ولا مش نعمه؟ الواحد بيحمد ربنا انه اهلاوي. كل الاهلاويه يعني سعداء جدا جدا بالانتماء لهذا الكيان العظيم وهذا النادي صاحب المبادئ والقيم والاخلاق، ودي جزئيه مهمه قوي، وصاحب البطولات. فالف الف الف مليون مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان. بطوله جديده وبطوله قاريه مهمه قوي قوي، بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي وبتزود رصيدك
من البطولات القاريه بتوصل ل 22 بطوله، وده انجاز كبير قوي. كل التحيه لمنظومه الاهلي بالكامل، المنظومه كلها لان كله بيكمل بعض. كل التحيه للجهاز الفني، كل التحيه للاعبين الرجاله اللي كتير شكك فيهم بس هم بيردوا في الملعب، دي حقيقه، هم بيردوا في الملعب، بيردوا بانتصارات وبطولات كبيره، بيحققوا انجازات عظيمه، انجازات احنا بقالنا فتره ما نشوفش عدد البطولات في موسم واحد بالشكل ده من ساعه جيل جوزيه والفرقه العظيمه اللي كانت معاه. فالناس دي تستحق كل التحيه والتقدير، الناس دي بتتعب جامد، الناس دي عليهم ضغوط كتير قوي قوي على كل المستويات بقى، سواء مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، انت دايما بيبقى عليك حملات تشكيك، حتى وانت في عز ما انت ماشي كويس لو خسرت مباراه بتلاقي الدنيا اتقلبت. هو النادي الاهلي طبيعي بينتقد، بس ساعات بيبقى في حاجات غير منطقيه في الحقيقه يعني. ان انت تواجه كل هذه الظروف وتقدر تحقق هذا الكم من الالقاب فده انجاز واعجاز كبير قوي. لازم لازم الناس دي تاخد حقها. الجهاز الفني واللاعبين لازم ياخدوا حقهم. المدير الفني مستر بيتسو موسيماني ده اكتر واحد في فتره قليله قوي يتعرض للانتقاد بهذا الشكل يعني. الناس اللي بتطلع تتريق عليه، واللي يطلع يقول لك ده مش مدرب، واللي يطلع يقول لك اداء الاهلي وحش، من غير ما يبص للظروف اللي حوالين الاهلي، من غير ما يشوف ايه اللي مخلي اداء الاهلي وحش، سواء بقى ضغط ماتشات، اصابات، ظروف كتير جدا. طبيعي جدا ان هي تاثر على ادائك، لكن بصراحه ما بتاثرش على النتيجه. النتائج موجوده. رغم ان انت متاثر ومجهد لكن انت بتكسب بطولات. وانا بالتحديد بخلاف ان دي البطوله الرابعه تعتبر للنادي الاهلي في الموسم بعد دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، ده السوبر البطوله رقم اربعه اللي هي المفروض كانت تتلعب بدري شويه، لكن طبعا طبقا للظروف يعني احنا عارفينها فميعادها اتاخر شويه، فالمفروض دي بطوله تضاف للثلاث بطولات اللي قبل كده. وفي بطوله ثانيه المفروض ان احنا نلعب عليها اللي هي السوبر المصري، اللي هي فجاه كده ما لقيناهاش في جدول المباريات واتشالت، ما اعرفش الاتحاد نسيها ولا ايه، ما نعرفش هتتلعب ولا لا. لكن في كل الاحوال انت بتاخد بطولات مهمه، ورغم كل الظروف دي انت بتكسب. الشهرين اللي فاتوا لو نفتكر الاهلي كان بيلعب بشكل متتالي كل 72 ساعه مباراه. ايه المكاسب اللي انت خرجت بيها من المرحله دي؟ انت حققت السوبر، انت لو كسبت ماتشاتك المؤجله تبقى بطل الدوري المصري، انت في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. رغم كل الظروف دي، رغم كل الظروف والانتقادات والضغوط وكل المعوقات، انت ما خسرتش حاجه، بالعكس انت بتكسب بطوله، بتوصل لمرحله حاسمه في بطوله ثانيه، وكمان لو كسبت ماتشاتك المؤجله انت بطل الدوري، او انت المركز الاول في الدوري مكانك الطبيعي يعني. فالاهلي بصراحه انجز على مدار الفتره اللي فاتت دي، بخلاف كمان الكلام اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه ده، انت بيرجع لك عدد كبير جدا من اللعيبه المصابه اللي اكيد هترجح كفتك خلال الفتره اللي جايه. انت في فتره كمان اللي جايه دي عندك لسه ماتش يوم الجمعه في كاس مصر، ففي مساحه انك تستريح، في مساحه ان الجهاز الفني يشتغل، في مساحه ان الجهاز الفني يوصل افكاره، يعمل شغله الفني والتكتيكي في التدريبات، في مساحه ان اللعيبه تاخد او تعمل عمليه استشفاء مريحه شويه تساعدهم ان هم يحققوا لنا بقى المعادله الصعبه اللي هي يبقى اداء ونتيجه. لكن هل اللعيبه دي عندها المقاومات، عندها الشخصيه؟ هم بيردوا علينا الناس بصراحه، بيجيبوا لنا بطولات وبيجيبوا لنا القاب، ده بخلاف كمان برونزيه كاس العالم، وده انجاز كبير برضو ان الجيل ده اول مره يشارك في كاس العالم بيطلع المركز الثالث. فبصراحه حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. مش احنا بقى ايه؟ مش احنا؟ مش الاهلي؟ مش جمهوره؟ مش ثقافه الاهلاويه اللي يقول لك احنا كده زي الفل، كفايه قوي، احنا كده كسبنا كل الالقاب، احنا مش عايزين حاجه ثانيه؟ لا مش احنا، لا ده احنا جعانين بطولات. احنا ما بنشبعش. الفرقه دي او مختلف الاجيال اللي بتمر على النادي الاهلي، هو الثقافه عندهم، العقليه مختلفه عن اي نادي تاني، عن اي نادي تاني. انت اي بطوله عايز انت كسبت امبارح بطوله، لا انت بتفكر في اللي جاي، انت عايز تكسب كاس مصر، وعايز تكسب الدوري، وعايز تكسب دوري ابطال افريقيا، وتروح كاس العالم وتعمل اكتر حاجه تقدر تعملها في البطوله دي، وعايز تاخد السوبر المصري كمان. احنا ما بنشبعش بطولات، احنا مش بطوله او اتنين يخلونا خلاص نستكفى بكده يعني. لا 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 خالص، مش الاهلي، مش الاهلي، ومش هتلاقي اي نادي تاني بالطريقه دي. العقليه والثقافه بتاعه الاهلي والسيستم بتاعه مختلف.
احنا ما بنشبعش بطولات، احنا لسه مستنيين من الناس دي بطولات. فرحنا امبارح ونفرح كمان النهارده مفيش مشكله، نفرح يومين ثلاثه كمان مفيش مشكله، لحد ما الفريق يرجع تدريباته نبتدي بقى نركز في اللي جاي، نبتدي ندور على البطوله اللي بعديها عشان يفضل النادي الاهلي اسمه كبير، عشان يفضل النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، في حته ثانيه لوحده خالص عن اي نادي ثاني، مع كامل الاحترام لكل الانديه طبعا. لكن هو الاهلي كده. يجي بقى واحد يقول لك حاجات غريبه كده، يقول لك اصل الاهلي بيعيط. لا يا حبيبي، الاهلي ما بيعيطش، الاهلي الدموع بتاعته بطولات لوحدها. يعني اي دمعه بتنزل من الاهلي، لو انت شايف ان الاهلي بيعيط فهي دمعه تنزل بطوله. كل البطولات اللي بيشترك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفه ان هو يكسب، لكن انت اللي بتعيط كل لما الاهلي يكسب، فانت بتعيط كتير قوي، بتعيط كتير قوي. فاحنا بنرد الناس ممكن كانت بتنطق انتوا ازاي ساكتين، انتوا ازاي، لا لا، التوقيت اللي فات ده انت لازم تركز في البطوله، ما تخليش حد ياخدك في حته تانية، ما تخليش حد يشتت تركيزك، ما تخليش حد يخليك تبقى بتلعب في مكان تاني غير الملعب. لا، احنا ناخد بطولاتنا، احنا ناخد بطولاتنا وبعد كده نرد طالما كنا داخلين على طول. فاللي بيعيط سيبه يعيط، هو اللي بيعيط كل لما الاهلي يكسب. الاهلي ما بيعيطش، الاهلي بس بياخد بطولات، الاهلي بس على منصات التتويج، الاهلي بس اللي بينافس ريال مدريد في اكتر الالقاب القاريه على مستوى العالم. ريال مدريد 26 خدوا ثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض بالسوبر بكلام من ده فرق معاهم، احنا 22 عندنا طموح كبير ان احنا نوصل للرقم ده. فدي كلها امور مهمه. انا عندي كلام كتير قوي وتحديدا عن الكابتن محمود الخطيب واللقطه بتاعت امبارح، لقطه اكثر من رائعه، واكيد معانا الصور دي واللفته يعني ما تلاقيهاش في اي نادي تاني، مفيش اي نادي تاني تشوف فيه اللفته دي. وحاجه كانت بمنتهى التلقائيه مش مترتبه، ممكن يكونوا هم اتفقوا مع بعض وهم طالعين على 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 المنصه يعني. فاللقطه دي ان دلت تدل على مدى تقدير لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني لهذه الشخصيه العظيمه. شخص فعلا فعلا يستحق هذا التقدير والاحترام، الكابتن محمود الخطيب، اسطوره كبيره في الرياضه المصريه. لسه عندي كلام كتير قوي بخصوص مباراه الامس، وهتكلم عن محمد شريف وصلاح محسن الموسيماني، لسه عندنا كلام كتير قوي، بس هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. عندي كلام كتير جدا بصراحه بخصوص الفرقه وبعض اللعيبه، بس كالعاده وقت البرنامج ما بيساعدنيش، لكن عايز اشيد بسرعه كده بمحمد شريف، مهاجم زي ما بيقول الكتاب، راجل بيلعب برجله اليمين ورجله الشمال، وده باين في الجون قوي اللي جابه امبارح، سند باليمين وشاط بالشمال، وشفنا اهداف ثانيه بيسند بالشمال ويشوط باليمين، الراجل وبيجيب اجوان باليمين واجوان بالشمال، ما شاء الله عليه، لعيب كويس جدا جدا ومهاجم. اخيرا لقينا مهاجم مع المهاجمين الموجودين طبعا في فريق النادي الاهلي كلهم ممتازين. صلاح محسن، هو ده صلاح محسن الاهلي تعاقد معاه. اول مره من ساعه ما جه صلاح محسن الفتره اللي فاتت دي كلها ابتدي اقتنع بصلاح محسن، انا بتكلم بصراحه يعني. اخيرا لعيب ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي وان شاء الله يستمر بالمستوى ده سواء كبديل او كاساسي يعني. فحبيت اخص الاثنين دول تحديدا، كل الفرقه عملوا مباراه كبير. موسيماني كمان اكتر حاجه عجبتني فيه امبارح ان هو على طول ما بين الشوطين شال الاثنين عندهم انذارات، ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ونزل رامي ربيعه وعلي معلول. علي معلول طبعا عوده مهمه جدا، عوده حمدي فتحي وكهربا كمان عوده مهمه، وتعامل النفسي الجيد مع كهربا سواء من كابتن محمود الخطيب او من خلال موسيماني ده امر مهم جدا، لان كهربا لو رجع لمستواه هيفرق معانا كتير قوي قوي قوي. طيب خليني اقول لحضراتكم بسرعه ابرز التهاني اللي وجهت للنادي الاهلي. نبتدي بشركه استادات الوطنيه، واللي هنت مجلس اداره شركه استادات الوطنيه تهاني النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره ولاعبيه على التتويج ببطوله السوبر زي ما حضراتكم شايفين كده، السوبر الافريقي للمره السابعه في تاريخه، وتعاون مميز جدا ما بين الشركه والنادي، دايما بنشوف الكلام ده على ارض الواقع كمان، فتهنئه مهمه جدا. كمان اتحاد الكوره هنأ النادي الاهلي بالسوبر الافريقي، ويتقدم اتحاد الكوره لكره القدم برئاسه المهندس احمد كتر خيرهم بصراحه، الناس يعني كتر خيرهم بيهنوا النادي الاهلي. لكن هل في مسانده للنادي الاهلي او حاجه؟ لا مفيش بصراحه، بنشوف ماتشات ورا بعض وبنشوف
مشاكل كتير وازمات، لكن كتر خيرهم الناس هنوا النادي الاهلي يعني. خلينا نروح كمان للكابتن محمود الخطيب، واللي اكد على تقديره لتهنئه نادي الزمالك وبيشكر مجلس ادارته، وفي الحقيقه لفته ممتازه ورائعه، وهو ده اللي احنا بنتمناه دايما على الصعيد الاداري، ويا ريت كمان يكون على الصعيد الجماهير، الاحترام المتبادل ما بين يعني اكبر الانديه في القاره الافريقيه سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم. فهم هنأوا النادي الاهلي بالامس، الكابتن محمود الخطيب رد على التهنئه دي بتقدير كبير جدا وبشكل مميز جدا. نتمنى بقى اللي بيتحدثوا باسم نادي الزمالك يتناسبوا، يكونوا مناسبين شويه مع اللغه اللي بنشوفها دلوقتي ما بين مجلس اداره الناديين، يعني لان يعني بنشوف للاسف تصريحات مثيره جدا وبتعمل شحن كبير عند الجماهير. طيب هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل يلا. طيب خلينا اقول لحضراتكم اهم وابرز الاخبار بشكل سريع من دقائق بالظبط. الاتحاد المصري لكره القدم اجل مباراه الاهلي والمقاولين في الدوري، واللي كان مقرر ليها يوم 14 قبل 4 ايام من مباراه الترجي، فكده الاهلي ما بقاش عنده مباراه المقاولين، عنده بس ماتش انبي في كاس مصر، وبعد كده تلعب مع الترجي يوم 18 ومع الترجي تاني يوم 25 باذن الله. ده بخصوص الخبر ده، ودي حاجه مهمه بصراحه ومميزه من الاتحاد، كويس ان هم عملوا كده عشان برضو الاهلي مقبل على يعني مرحله مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، وهو الممثل المصري الوحيد في البطوله دي. طيب نطمن الناس على محمد هاني وقفشه. محمد هاني عنده شد خفيف قوي في العضله الاماميه، هم وصلوا خلاص، البعثه وصلت بالظبط من حوالي نص ساعه، نقول لهم الحمد لله على السلامه بعد الفوز بالسوبر، وصلوا من قطر، فهيتعمل اشاعه لمحمد هاني عشان نشوف حجم الاصابه. نفس الحال بالنسبه لقفشه، اللي امبارح التدخل كان صعب شويه، اعتقد ان هي التواء قوي في الكاحل، بس ان شاء الله باذن الله على حسب تاكيدات دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ان قفشه ان شاء الله الاصابه تكون بسيطه، برضو الاشعه هي اللي هتحدد مدة الغياب، لكن إن شاء الله يلحق بإذن الله الماتشين الترجي، ده أمر مهم. الفريق هيستأنف تدريباته يوم الثلاث اللي جاي العصر، واخدين راحة 48 ساعة، ويبتدوا الاستعداد بقى لمباراة المقاولين أو عفوا مباراة إنبي يوم الجمعة، بعد كده مباراتي الترجي بإذن الله تعالى. طيب ده كل ما يتعلق ويخص النادي الأهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم على مباراة اليوم الهامة جدا ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري ابطال اوروبا، استنونا بعد الفاصل. نهائي مهم جدا ومباراه هتكون قويه قوي قوي ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتالي هنتكلم عن المباراه دي بالتفصيل مع الكابتن اسلام شاهين مدرب فولفسبورج الالماني، وهيكون معانا عبر زوم من المانيا. يا كابتن اسلام مساء الخير. مساء النور، ازيك يا كابتن امير؟ اخبارك ايه؟ منورنا. ده نورك، ربنا يخليك. طبعا مدرب فولفسبورج الالماني السابق، طبعا كان موجود في الجهاز الفني السابق للفريق الالماني، بنرحب بيك وعندنا تفاصيل كتير. انت كنت هتقول حاجه، اتفضل. ايوه كنت عاوز اقول لكم الف الف مبروك للسوبر الافريقي الاهلي، احنا كلنا طبعا فرحانين ان هو في اوروبا في المانيا، وللشعب المصري كله يعني الف الف مبروك امبارح، المباراه الهائله جدا جدا جدا. الله يبارك فيك، وان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وبنتمنى لك دايما التوفيق كمان. عايز اتكلم معاك بالتحديد عن مباراه اليوم ونهائي الشامبيونز ليج ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، كيف ترى هذه المباراه؟ ده طبعا هتبقى مباراه جامده جدا، احنا عندنا مع مان سيتي الواخد الدوري الانجليزي، مع شازي توماس توخل، بيب جوارديولا وتوماس توخل الاثنين يعرفوا بعض كمان من البوندس ليجا، عندنا مدربين بيحبوا التكتيك، ده هتبقى مباراه هايله جدا جدا جدا، الواحد ما يقدرش يقول من الاول مين اللي هيكسب المباراه دي يعني. طيب بخصوص اللي ممكن يرجح كفه فرقته اكتر، سواء بخصوص فريق مانشستر سيتي او تشيلسي من وجهه نظرك ومن خلال رؤيتك الفنيه، ابرز اللاعبين هنا وهنا؟ يعني انا من رايي هيبقى ماتش مفتوح. طبعا بيب جوارديولا هيلعب السيستم بتاعه اللي كلنا عارفينه 4-1-4-1، وهيبقى طبعا الكوره هتبقى باستمرار مع مانشستر سيتي. توخل هيبقى شويه، هيبقى لاعب مدافع، هيدافع شويه وهيلعب السيستم بتاعه اللي احنا كلنا عارفينه 3-4-2-1. عنده طبعا الهجوم السرعة جدا مع الالماني فيانا، هم هيلعبوا على كونتر اتاك، هيخلوا المساحات ضيقه،
ويعني هو بيتمنى توخل طبعا المساحات بتاعته يضيقه قوي، هو يعرف بيب جوارديولا من البوندسليجا اما هو كان بيدرب دورتموند وماينز، كان لعب كتير مع بيب جوارديولا وبايرن، وكمان عمل مباريات كويسه جدا. بس طبعا في فاينل زي كده هو هيبقى الماتش مفتوح، طبعا بس انا اعتقد بيب جوارديولا السيستم بتاعه مش هيتغير، الكرة هتبقى باستمرار مع مانشستر سيتي، المساحات توخل هيحاول يقفلها ويلعب كونتر اتاك بسرعه على هافرتس وعلى توماس بيرن. طريقة لعب جوارديولا أو السيستم بتاعه المعتاد اللي احنا كلنا عارفينه يكسب، ولا المنظومة الدفاعية اللي بيقدر يشتغل بيها توخيل مع تشيلسي هي اللي تكسب من وجهة نظرك؟ مين اللي يقدر يتغلب على التاني في الجوانب التكتيكية اللي زي دي؟ انا من رايي يعني المفروض الفريق اللي بيبقى معاك كوره باستمرار يعني بيب جوارديولا هيكسب المباراه طبعا. طبعا لما الكوره بتبقى تملي مع الفريق بتاعي يعني مع مان سيتي صعب جدا الكوره تخش فيا. طبعا توخل التكتيك بتاعه يبقى ايه، يستفاد الغلطات اللي هتحصل من مان سيتي والباصات وياخد واحده كونتر اتاك. بس انا من رايي شخصيا المباراه النهارده هتتكسب بجون واحد من عن طريق بيب جوارديولا. وهو تحدي خاص لجوارديولا في الحقيقه، لان هو ما خدش الشامبيونز ليج غير مع برشلونه، يعني حتى في تجربته مع مع برشلونة البايرن بس. ما قدرش ايوه. ان هو يفوز بالشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، بقى له كذا سنه اول مره يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، فبالتالي ده تحدي خاص بالنسبه له، عايز يقدر يفوز بالبطوله مره تانية يعني. صحيح، يعني هو بقى له دلوقتي 4 سنين 11 سنة أنا متأسف 11 سنة آخر مرة كسب الشامبيونز ليج مع برشلونه. برشلونة، وطبعا هو بالنسبة له حاجة يعني حلم يكسب الشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي. مع بايرن ميونخ حاول بس خرج تملي في دور السيمي فاينل مع بايرن ميونخ. بس انا اعتقد يعني بيب جوارديولا ومانشستر سيتي النهارده هياخدوا المباراه. بس احنا ما ننساش توماس توخل كان السنه اللي فاتت قصاد بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان كمان كان في الفاينل، وطبعا عنده خبرات جامده قوي. يعني هيبقى ماتش مفتوح، بس انا اعتقد يعني بيب جوارديولا ومانشستر سيتي هيكسبوا المباراه دي، عشان يعني هو مستني بقاله 11 سنه والمانشستر سيتي يعني هو عليه الدور ياخد المباراه دي. طيب وغير كده هو طبعا داخل بقلب عشان كسبان قبل كده الدوري الانجليزي. طيب انت بحكم معرفتك بتفكير توماس توخيل، وبالتحديد كمان ان هو قدر ان هو يفوز على جوارديولا في المباراه الاخيره ليهم في الدوري الانجليزي بنتيجه 2-1، هل ده ممكن ايوه يكون عامل ايجابي بالنسبه له قبل مباراه النهارده، ولا ما فيش مقاييس بخصوص الجزئيه دي تحديدا؟ لا اكيد اكيد اكيد، هو دلوقتي هيعمل موتيفيشن جامد قوي للعيبه بتوعهم بتوع تشيلسي، هيقول لهم يعني احنا من كام اسبوع غلبناهم طبعا في الدوري، بس دي هتبقى موتيفيشن ليه هو وللعيبه عشان هم فازوا من فتره صغيره على مانشستر سيتي. طبعا العكس، مانشستر سيتي اللعيبه دلوقتي هيبقوا مخلبين بالهم قوي قوي قوي، هيخشوا بـ 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 مش بخوف يعني، هيخشوا بتركيز على الماتش أكيد ده. أكيد بس انا يعني من رايي توماس توخل عشان فاز من حوالي اسبوعين ولا 3 اسابيع المباراه ما بين مان سيتي، دي بالنسبه له وبالنسبه للعيبه بتوعه حاجه كويسه جدا. طيب بالتحديد عايز اتكلم على التشكيل اللي بيتعلق بمانشستر سيتي في ظل التغييرات الدائمه اللي بيعملها جوارديولا، شفنا ده في الدوري الانجليزي تحديدا، حتى على مستوى المباريات في الشامبيونز ليج كنا دايما بنشوف تغييرات ما تتوقعش تشكيل جوارديولا في اي مباراه من المباريات، ما فيش غير ادرسون مثلا حارس مرمى ودياز طبعا اللي بيقدم موسم عظيم جدا أكيد. وخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي يعني، فتتوقع تقدر تتوقع تشكيل مانشستر سيتي ولا صعب برضه؟ لا أنا أقدر أتوقع تشكيل مانشستر سيتي. طبعا بيب جوارديولا منتشر كتير قوي في إنجلترا، يعني إحنا بنتكلم في إنجلترا يعني في بيلعبوا أكتر من 50 55 بالكاس حتى 60 منتشر في السنة، عشان كده هو لازم هو تملي يغير اللعيبة. بس أنا أعتقد هو هيلعب طبعا في الجول بإيدرسون، هيلعب ورا بالممسكين روبن دياس وجون ستونز، ومن اليمين هيلعب كايل ووكر وكانيلو، وهيلعب طبعا في الخط الوسط بالأسباني رودريجو، وقدامه هيلعب جوندوجان وبرناردو سيلفا، ومن اليمين هيلعب ماريس
والشمال هيلعب فودن، وطبعا قدام هيبقى دي بروينه. دي التشكيله اللي هيبدا بيها بيب الأقرب. جوارديولا، عشان هي دي التشكيله كمان اللي كان لعب بيها ضد باريس سان جيرمان، واعتقد كمان الموتوشا اللي جامده في انجلترا كان بيلعب بالتشكيله دي. أخيرا ناخد توقعاتك للماتش، تقدر تتوقع ولا صعب؟ يعني هو هيبقى طبعا صعب عشان هو فاينل، يعني انت عارف اكيد في الفاينل هو ماتش واحد ممكن جون يغير الماتش كله، بس انا اعتقد مانشستر سيتي هيكسب الشامبيونز ليج السنه دي، وطبعا دي كوره حظ كمان، بس انا اعتقد يعني مانشستر سيتي هيكسب 2-1 2-0. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن إسلام على هذه المداخلة الهامة والقيمة واللي اتكلمنا فيها بشكل مفصل بخصوص نهائي دوري أبطال أوروبا. كابتن إسلام شاهين مدرب فولفسبورغ الألماني السابق، نشكره شكرا جزيلا، كان معانا عبر زوم من ألمانيا واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير. طيب قبل ما أختم الحلقة خليني سريعا آخد تفاعل حضراتكم ونشوف رأيكم في اللقطات أو اللقطة بتاعت امبارح تحديدا اللي لعيبة النادي الأهلي أهدوا الميداليات الخاصة ببطولة السوبر للكابتن محمود الخطيب. نبتدي بأحمد حنورة واللي قال مش غريب على لاعبي الأهلي إنهم يعملوا موقف زي ده، وأعتقد إن صاحب الفكرة دي هو الحاوي وليد سليمان. ممكن جدا طبعا. أحمد جمال أبو طالب قال كمان تصرف ما بيحصلش غير في الأهلي، بصراحة ما شفناهوش في أي حتة تانية قبل كده يعني. الخال عوض القناوي قال قمة العظمة والروعة، الذهب يذهب إلى الذهب، بيبو حبيب الملايين. الشاعر بشير زيدان قال أقسم لك بالله أبكتني أخلاق عالية ومحبة غالية حصرية في النادي الأهلي ومعدومة في أندية تانية. طيب خلينا كمان ناخد محمود يسري واللي قال تصرف رائع جدا ودي لقطة للتاريخ كله. إسراء طه قالت البعض يراها لقطة الموسم لكنها لقطة التاريخ كله، في الحقيقة لقطة ممتازة. خلينا كمان نروح لمحمد حنفي البهنساوي قال لك تصرف تقشعر له الأبدان وتنحني له الرؤوس احتراما وتجليلا. عادل الحمادي قال تصرف راقي وجميل ويدل على مدى الحب للكابتن محمود الخطيب. يعني دي كانت تعليقات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة وعلى اللقطة الرائعة اللي شفناها امبارح، واتكلمنا كمان على مدار حلقة الترند النهاردة بخصوص مباراة الأمس وبخصوص كمان مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا وتفاصيل كتير جدا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نتكلم فيها ونغطيها كلها بشكل كبير. دي كانت حلقتنا النهاردة، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. إلى اللقاء.